الأجهزة الأمنية اعتقلوه عندهم. جهاز الوقائي، في عندنا جهاز اسمه الوقائي. هذا اعتقلوه من 60 يوم. وأخوه عبد الله، اثنين أخوه. أعطيني شو هسا، شو يوم طلع من السجن يا سيدي العزيز وقولوا له أنت تاجر مخدرات ولا أنت عميل ولا أنت شو بده يعمل عاد؟ تهم، بدهم يلبسوا تهم عشوائية، منين ما تشاف بدهم يلبسوا تهم. المهم تنتهي هاي الحالة اللي بده يظلمها اليهود. خبر استشهاده مثل عريس، خلص من ظلم المحتل والقريب والبعيد. يا نفس فيضي دموعا بالدمع روي أساكي، إنا نسير جموعا في عرس أبدا. المجتمع كم صار حدث غزة انقلب هو كل الشباب كل المجتمع، صار صوفه المناظر قتل دمار سفك دماء، الولد انقلب. مش بس هو، كل مجتمع كل جيل كل الجيل انقلب اصلا على عقل. تحكي معاه مش عندك، تخرف معاه مش عندك، عاش في عالم ثاني. كيف بدهم ينتقموا، كيف بدهم يقدموا مساعدات، كيف بدهم كذا، كيف بدهم كذا. الشعب كله خرط في حاله، في حاله اللاوعي من اللي بحدث. انا كنت نايم سالت عن قيس قبل ما يعني قبل ما انا جيت عند الدار، سالت عن قيس. قيس تحمم وعطر وطلع الساعه 11:30. حطيت راسي ونمت وعيت على صوت انفجار ضخم. كنت عم اتخذ من شعور، لفت عليه في الغرفه ما لقيتوش. سواء عادة بحصل الصبح ما لقيته. بسرعة أنا دورت عن فاتح السيارة، اشتغلت فاتح السيارة، صرت أبحث أنا عن مصدر الصوت من طلع الصوت. طلعت لمسجد التوحيد بقول هاي الجثث مرمية على الأرض صاروخ. الناس يعني بعض الجيران صاروا جايين واصلين وكذا وشي شايلينهم. فيش يعني مسافة الطريق ما في نبض، يعني كأنك أنت بتعطيهم أسلحة سامة، يعني صواريخ مسمومة، مش إشي طبيعي. يعني الصاروخ بنزل على الأرض بشكف كل على بعد 100-150 متر بشكف أي ناس موجودة. إشي لا يصدق، إشي لا يصدق، منظر لا يصدق. يعني أنا يعني بفكر أنا يعني هاي أنا باني له ورد دار أساس نجوزه من بيته. بطل يقول بدي اتجوز، بطل يقول بدي جسمه، يعني كلبت حياته كلبت. الأجهزة الأمنية اعتقلوه عندهم. جهاز الوقائي، في عندنا جهاز اسمه الوقائي. وقائي بعرف شو وقائي ايش يعني، هو وقائي بس يعني بيقولوا له وقائي، وقائي جريمي ولا وقائي مقاومة ولا وقائي احتلال، مش عارف وقائي من ايش يعني، بتواقع ايش يعني، هو وقائي من ايش ما نعرفش. وقائد ضد الوطنيه، وقائد ضد المخدرات، وقائد ضد الجريمه، وقائد ضد النظيف، مش عارفين احنا وقائد ايش. هذا وقائد ضد اي انسان نظيف، وقائد ضد اي انسان نظيف. ممنوع تكون نظيف، هذا الجهاز وجد لك ان تكون غير نظيف. هذا اعتقلوه من 60 يوم. واخوه عبد الله، اثنين اخوه. اعطيني شو هسا، شو يوم طلع من السجن يا سيدي العزيز وقولوا له انت تاجر مخدرات ولا انت عميل ولا انت شو بده يعمل عاد؟ شو متصور انت ابن دينك بظلمك؟ بده منك سلاح وانت ما عندكش سلاح. انت بتصير تدور على الشيء اللي هو ببحث عنه مش عم تتكلم منه. تهم عشوائيه، تجاره سلاح، قضايا سلاح، امر ممنوع، لا سلاح الا سلاح المشروع، فهمت علي؟ هو انت سلاحك مشروع اصلا. ما انت وجودك انت غير شرعي. انت الشعب مش راضي عنك، انت مفروض على الشعب، انت كجهاز مش مفروض، انت امن لليهود مش الي. انا بشتغل ضدك انت تشتغل ضدي. تشويه الشعب، تشتيت الشعب، هاي اجهزه للمحافظه على امن اسرائيل. وبتقبض معها سم السياحي. قيس بعد ما طلع من عند السلطه
طلع متغير قيس يوم طلع من عند السلطة بدوش بس ينتقم بس من اليهود بدو ينتقم من السلطة أخرى. قيس أول ما طلع من عند السلطة بكى إنه بدوش يحلك بدوش يعمل ولا إشي بس أجا سلم وخلص طلع طلع رجع بجوز المغرب. وين رحت بدوش يكون وين رحت شو عملت بدوش يكون يا شو عملت. بس قيس بكى محبوب كثير في البلد وفي الدار وفي العائلة. قيس بكى ظل واقف معاي قيس بكى سندي شو بدك أكثر من هيك. جرحه يا عبيق عطراً.